استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات في تعاملات السوق السوداء، وتقارير تكشف أسباب ارتفاع أسعار البندورة والخضروات والمؤن في سوريا، وارتفاع جديد في أسعار الذهب في سوريا على خلفية استمرار صعود سعر الونص عالميا. هذه عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي، ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. يلا بينا نبدأ، أهلا بيكم. سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات استقرار وهدوء أمام الليرة السورية ليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، ليتحرك دولار السوق السوداء بين مستويات 14700 ليرة إلى 15500 ليرة للدولار الواحد. ووفقا للأسعار المعلنة في السوق السوداء، فإن المئة دولار هتساوي 1,470,000 ليرة. وفي نشرة السوق الرسمية حدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار في نشرة المصارف والصرافة عند 13660 ليرة، وفي نشرة البنوك عند 12500 ليرة. ويتوقع الخبراء والمختصين استمرار حالة الثبات في أسعار الصرف على المستوى القريب، وترقب لاتجاه صاعد للدولار مع وجود سعرين للصرف على المدى المتوسط والبعيد. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية، كشفت تقارير أسباب ارتفاع أسعار البندورة والخضروات والمؤن بشكل كبير في سوريا في الفترة الأخيرة. وفي التفاصيل قال عضو لجنة التجار ومصدر الخضار والفاكهة بدمشق محمد العقاد إن أسعار بعض أصناف الخضار والفاكهة شهدت انخفاض طفيف في حين حافظ بعضها على سعره. وأوضح العقاد أن أسباب ارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الأخيرة ووصول السعر لعشرة آلاف ليرة يرجع إلى زراعتها بشكل متقطع أفواج للمحافظة على كميتها في الأسواق، كما ترتفع أسعارها خلال فترة الفجوة بين الموسمين وتعود أسعارها للاستقرار بعد طرح الموسم الجديد. وبين أن المدة الزمنية بين كل موسم بين شهر ونصف أو شهرين. وبالنسبة للأسعار، تراوح سعر كيلو البطاطا ما بين 7000 ليرة إلى 9000 ليرة، وسعر البندورة ما بين 3000 ليرة إلى 4000 ليرة، والخيار يباع ما بين 5000 ليرة إلى 6000 ليرة، والباذنجان يباع ما بين 800 ليرة إلى 1000 ليرة، وتباع الفلفلة الحمراء ما بين 6000 إلى 7000 ليرة، والبصل الفرنسي ب 3500 ليرة. كما تراوح سعر كيلو العنب ما بين 12000 إلى 13000 ليرة، والإيجاز تراوح سعره ما بين 15000 إلى 20000 ليرة، والبطيخ الأصفر يباع ما بين 2500 إلى 3000 ليرة، والبطيخ الأحمر ما بين 2500 إلى 3500 ليرة. وذكرنا في حلقة أمس أن 90% من السوريين غير قادر على تأمين مؤنهم، وأكدنا أن استمرار الأسعار بهذا الارتفاع يعني مزيد من الضغوطات والمعاناة التي يتحملها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء سجل الدولار في دمشق 14800 ليرة مبيع و14700 ليرة شراء، وسجل الدولار في حلب 14850 ليرة مبيع و14750 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15400 ليرة مبيع و15300 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية طرطوس 14800 ليرة مبيع و14700 ليرة شراء، وسجل الدولار في حماة 14850 ليرة مبيع
14,750 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 14,900 ليرة مبيع، و 14,800 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 14,850 ليرة مبيع، و 14,750 ليرة شراء، وسجل الدولار في عين العرب 15,450 ليرة مبيع، و 15,350 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج 15,400 ليرة مبيع، و 15,300 ليرة شراء، وسجل الدولار في الرقة 15,450 ليرة مبيع، و 15,350 ليرة شراء، وسجل الدولار في دير الزور 15,500 ليرة مبيع، و 15,400 ليرة شراء، وسجل الدولار في الحسكة القمشلي 15,550 ليرة مبيع، و 15,450 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 16,478 ليرة مبيع، و 16,361 ليرة شراء، وسجل الدولار الكندي 10,948 ليرة مبيع، و 10,866 ليرة شراء، وسجل الجنيه الاسترليني 19,457 ليرة مبيع، و 19,315 ليرة شراء، وسجل الدولار الأسترالي 9,999 ليرة مبيع، و 9,916 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 434 ليرة مبيع، و 429 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3,937 ليرة مبيع، و 3,907 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48,247 ليرة مبيع، و 47,895 ليرة شراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4,017 ليرة مبيع، و 3,987 ليرة شراء، وسجل الريال القطري 4,049 ليرة مبيع، و 4,018 ليرة شراء، وسجل الدينار الأردني 20,840 ليرة مبيع، و 20,690 ليرة شراء، وسجل الدينار العراقي 11,266 ليرة مبيع، و 11,190 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 302 ليرة مبيع، و 298 ليرة شراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، سجل جرام الذهب عيار 24,205,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22,107,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21,058,000 ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18,908,000 ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2,525 دولار فاصل 30 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8,408,000 ليرة سورية اللي بتساوي 568 دولار فاصل 16 سنت، وسجلت أونصة الفضة 443,900 ليرة سورية اللي بتساوي 29 دولار فاصل 99 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14,273 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زالت أسعار صرف الدولار مستقرة في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89,650 ليرة للبيع و 89,350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.